Your Excellency, the Minister, Excellencies, أصحاب السعادة، أصدقائي ورفقائي الحاضرين. شكرا جزيلا لحضوركم اليوم واتخاذ هذه المبادرة الفعالة ولجمع كافة الأطراف المعنية من المجتمع المدني والدولي، وشكرا جزيلا لمشاركة الاتحاد الإفريقي. أنا سعيد أن ألتقي بكم اليوم مع زملائي من السفراء وكل زملائي هنا في هذا اللقاء. أبدأ بتهنئتكم على تعيينكم كرئيسا للوزراء. كان من دواعي سعادتي أن أعمل معكم في بروكسل. لدي الكثير من الأصدقاء وأنا سعيد وممتن لكم، وأتمنى لكم كل النجاح والسداد في كل مساعيكم، ونتطلع إلى العمل الجماعي هنا في القاهرة لإيجاد حل نهائي لهذه الأزمة في السودان. في شهر إبريل فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي كانوا في مؤتمر في السودان، وكان هناك تركيز بشكل كبير على المعاناة الجارية في السودان، ولا يمكن أن نتجاهل هذه الآثار السلبية على الدول الجوار. نحن نقدر كل الأدوار الفاعلة التي بذلتها مصر وكل الدول الأخرى التي ساهمت بشكل فعال اليوم. في البداية وفقا لجدول الأعمال لابد من وقف إطلاق النار. لا يوجد أي تبرير لهذه الحرب، ولكننا نتمنى أن نحقق نتائج مثمرة في هذا اللقاء وأن يكون هناك حل نهائي. إن الشعب السوداني أنهك وقد تعب ويتطلب الآن وقف إطلاق النار. لا يمكن أن وقف إطلاق النار بشكل مؤجل، ولكن لابد أن يحقق في الوقت العاجل. كل الأطراف تطالب بوقف إطلاق النار وتدعو كل الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار وتجنب إصابة المدنيين، وأن يتم توفير كل سبل الأمن والسلام لكل العمليات الإنسانية. هناك الكثير من الالتزامات وفقا للقانون الدولي. لا يمكن تجاهل هذه المطالب الدولية لوقف الاقتتال بين الأطراف المتحاربة. إن الشعب السوداني يحق له الحصول على الحماية اللازمة، وكل هؤلاء من فشلوا في الوفاء بكل الالتزامات ندعوهم للوفاء بكل التزاماتهم وفقا للقانون الدولي. إن مؤتمر اليوم سوف يتناول كذلك الحاجة الملحة في الأزمة الإنسانية التي نشهدها في السودان، وندعو لتخصيص 2 مليار دولار لهذه الأزمة الإنسانية، وكذلك خلال هذه المساهمات المشتركة من كافة الدول نحن نثمن هذه الجهود، ولكن لن يكون لهذه التمويلات جدوى إذا لم يكن هناك مسار آمن للمساعدات الإنسانية. لقد استمرت هذه الأزمة وألقت بتداعياتها السلبية والمؤلمة على كافة الأطراف وأدت إلى أزمة كارثية، وفي أفضل الأحوال لابد من إنقاذ كل ما يمكن إنقاذه من أجل تجنب المزيد من المجاعة ومزيدا من المعاناة. هناك الكثير من الجهود المطلوبة من كافة الأطراف لوقف الاقتتال وإرساء السلام وإتاحة السبل لإرسال المساعدات الإنسانية وكل الاحتياجات. لابد من فتح المسارات الإنسانية والإغاثية بشكل فوري. إن التركيز الآن على الحاجات الإنسانية والإغاثية، ولا يمكن تجاهل هذه الحاجات الأساسية. كافة الوفود من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان التعاون الفعال في هذا الاتجاه. ليس من اليسير خاصة في المناطق التي تشهد الكثير من الصراعات، ولكن لابد من ضمان استمرار البرامج التعليمية والبرامج الغذائية. فبالتالي لا يمكن البداية من الصفر بعد انتهاء هذه الحرب. ولكل أسف بغض النظر عن كل الأسباب، هناك مشاهد
مؤلمة من السودان، ولكن أصبح هناك حاجة كبيرة للتعاون الفعال بين كافة الأطراف الدولية. نحن سنستمر في العمل مع كافة الأصدقاء من أجل ضمان أن السودان تنجو من هذه الحرب وأن تحصل على كل ما تحتاج. الاتحاد الأوروبي يسعد بأن يرى هذا الاهتمام البالغ لهذه العملية. السودان جمهورية، وهذه الجمهورية ذات سيادة، لابد من ضمان وقف إطلاق النار وأيضا إحلال السلام. أيضا هناك الكثير من الرؤى، ونتمنى لكل الشعب السوداني أن يتمتع بكل حقوقه. أعتقد أن هناك اتفاق إجماعي على كل هذه الأمور وحماية السيادة ووحدة الأراضي السودانية. وبغض النظر عن النتائج النهائية، لابد أن يكون هناك مؤسسات ومؤسسات التي تقدم خدماتها للشعب بشكل ملائم وبشكل العاجل، وحماية الشعب كذلك. السودان وتنوعها هو سبب قوتها، وهذه التنوع يمكن أن يعرضها لكثير من المخاطر. فبالتالي لابد من تنحي كافة الخلافات ومع التركيز مستقبلا على هذه الأمور بناء على ما حققنا في الماضي. أيضا نحن نتمنى أن تنتهي هذه المعاناة في القريب العاجل. كانت هناك الكثير من المأساة، ولابد من تحقيق القيادة الفعالة، ونحن نبحث كافة السبل لأن يكون هناك جهودا كافية. يمكن أن نقول الكثير، ولكن لابد أن نحقق كافة الإجراءات العملية. فبالتالي أتوجه لكم بالشكر الهيئة المصرية المعنية، وأتمنى لكم كل النجاح والسداد في كافة مساعيكم.